حسب مصادر أن الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها عرضت الأزياء ابتسام بطمة أرسلت مساعدات مالية لأسرة الطفل ريان أورام قبل عدة أيام، إلا أن والده خالد أورام لم يذهب لاستلامها لحدود الآن رغم إخباره بذلك. وتظهر وثائق تحويل الشقيقتين بطمة للمساعدات المالية التي كانت قد تعهدت بتقديمهما لأسرة الطفل ريان عبر إحدى الوكالات البنكية بعد أيام قليلة على وفاته. وكان مصدر من عائلة الطفل ريان قد كشف في اتصال لجريدة ذات العمق أن الأسرة لم تتوصل إلى حد الساعة بأي تبرعات سواء مالية أو منازل أو تذاكر العمرة والحج، وذلك بناء على قرار اتخذته السلطات المحلية بعمالة شفشاون. وكشف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن والد الطفل ريان يرفض التواصل مع أي شخص يقدم نفسه على أنه متبرع، وذلك بناء على تعليمات السلطات التي أوصت الأسرة بعدم قبول أي مساعدات أو تبرعات إلا عن طريق العمالة وبتنسيق مع السلطات. وأبرز المتحدث أن والد الطفل خالد أورام أوقف بشكل نهائي جميع تفاعلاته مع الصحافة ومع الوافدين إلى منزله من الراغبين في التبرع، وذلك تفاديا لاستغلال المأساة لصالح جهات أو أشخاص آخرين وفق تعبير المصدر. يشار إلى أن مجموعة من مشاهير الفن والرياضة والإعلام بينهم الأخوات بطمة كانوا قد تعهدوا بتقديم مساعدات وتبرعات إلى أسرة الطفل ريان، وذلك بعد إعلان وفاة الطفل عقب إخراجه من البئر مساء يوم السبت 5 فبراير الجاري. أن الفنانة بطمة اشتهرت منذ سنوات بالمشاركة في مجموعة من الأعمال الخيرية لصالح الأسر المعوزة بالمغرب.